يمر الوطن في هذه الأيام وفي هذه الشهور بوضع، يعني إذا شاء ممكن نقول أنه هو في مفترق طرق في أن يكون أو لا يكون. من حق الوطن علينا في هذه الأيام أن نتسامى فوق الجراح، وأن نضع أيدينا فوق بعضها البعض، وأن نقبل بعضنا بمختلف إثنياتنا، بمختلف مناطقنا الجغرافية، بمختلف انتماءاتنا السياسية. نحن نسعى لأن أو نأمل أن يكون هنالك وطن، تكون المواطنة هي الشيء الأساسي في الحكم على وجود المواطن عليه، وطن يسع الجميع لكل فرد في هذا الوطن الكبير المترامي الأطراف العريق المتباين الثقافات، لكل شخص حقه في أن يعبر بحرية، وحقه في أن يعيش بسلام، وحقه في أن يطالب بأن تكون هنالك رفاهية اقتصادية. من حق هذه الأجيال الحالية علينا، وهي أجيال تتطلع إلى تغيير يقود نحو الأحسن، فنحن كأجيال سابقة لهذه الأجيال لجيل الشباب من حقهم علينا أن نصنع لهم وطنا يتفاخرون به بين الأوطان. لعل النموذج الماثل الآن في الثورة السودانية هو نموذج متفرد، فكثير من الثورات حتى الثورات في أوروبا على سبيل المثال، الثورة الفرنسية الآن يعني تحتذي بالثورة السودانية، كثير من جوانبها نسبة كبيرة منها كانت سلمية، لم تكن هنالك احتكاكات بين الأطراف السياسية المختلفة، وإن كانت هنالك خسائر هنا وهناك، وكان هنالك شهداء هنا وهناك، نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع الشهداء من جميع الأطراف أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم، ولكن يجب أن ينشأ هؤلاء الصغار على حب الوطن وعلى العمل من أجله، وأن نغرس بداخلهم أن أحب بقعة إلى الطفل أو إلى الشاب أو إلى الصبي أو إلى الصبية يجب أن تكون وطنه، ولن تكون هذه البقعة هي الأحب إلا إذا توفرت فيها مقومات الحياة الأساسية، لأن هؤلاء الشباب مع هذا الانفتاح المعلوماتي والانفجار المعلوماتي يعني يقارنوا بين ما هو موجود داخل وطنهم وما هو موجود خارج وطنهم، وبالتالي من حقهم أن هم يطالبوا بأن نحن ننشئ بنا تحتية متينة، يعني يكون هنالك رفاه اقتصادي، تكون هنالك مساحات متاحة من الحريات للتعبير وللتدين وللتنقل وللكلمة وغيرها. الولاء لأي شيء سواء كان للوطن أو للأسرة أو للسلعة أو للمؤسسة التي تعمل فيها، من ناحية علمية نحن ندرس الطلاب بأن هذا الولاء قائم على أشياء، إذا توفرت يتوفر هذا الولاء، وإذا لم تتوفر هذه الأشياء لن يتوفر هذا الولاء. فإذا قارنت ما بين دولة متقدمة توفر للمواطن كل احتياجاته سواء كانت احتياجاته اليومية أو احتياجاته التعليمية أو احتياجاته أو غيرها، وبالتالي هنالك معدلات الولاء تزداد. على سبيل المثال، إذا غرست بذرة في تربة وكانت هذه التربة غير صالحة لن تنمو هذه البذرة بصورة طبيعية، إذا غرست هذه البذرة في تربة صالحة للزراعة ولم تتعهد بالري كذلك لن تنمو بصورة طبيعية. فبالتالي الحديث عن الولاء ليست هو حديث مطلق، وإنما هو حديث عن أنه مقومات الولاء متوفرة. هؤلاء الشباب كما أسلفت، إذا كان هنالك بيئة جاذبة، بيئة فيها رفاه اقتصادي، بيئة فيها مساحات من الحريات، بيئة فيها احترام للآخر، بيئة يعني ترعى الموهوبين وتقيم المبدعين وهكذا، بالتأكيد وقطعا سيكون الولاء منقطع النظير. ومع هذا وذاك ومع هذه الظروف التي يعيش السودان، نحن نسافر كثيرا خارج السودان ونتلمس أنه هؤلاء الموجودون بالخارج لهم ولاء كبير جدا، وأيضا الموجودون بالداخل أيضا لهم ولاء. ولعل الدليل على ذلك أنه هذا التطلع الذي يقوم به الشباب نحو وطن أفضل ونحو بيئة أفضل هو نابع من ولائهم لهذا الوطن، فكيف لشخص ليست لديه ولاء للوطن أن يقدم نفسه رخيصة على كفيه في سبيل أن ينعم من بعده بحرية وأمان ورفاه اقتصادي؟